طيب خلونا بقى نروح للفيديوهات. وحاز مقطع فيديو بيرصد راجل بينزل من عربيته عشان يساعد جاره الصغير ان هو يعدي الشارع عشان يلحق والدته، وده طبعا عجب كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أظهر مقطع الفيديو لحظة عبور الكلبة الأم الطريق، لكن سابت الجرو الصغير بتاعها، جروها الصغير، وطبعا الصغير ده ما قدرش ان هو يعدي الشارع، ففضل واقف في نص الطريق زي ما انتم شايفين. لكن طبعا لازال في ناس في قلوبها رحمة، وفي راجل نزل من عربيته علشان ياخد الكلب الصغنن ده او البابي اللي هو الجرو ده ويعديه بسلام علشان ما يموتش طبعا من عبور السيارات. نسأل بها في رحمة بصراحة. يعني بجد قلبهم في رحمة.